شركة الطيران اليابانية All Nippon Airways تعتزم توسيع أسطولها الجوي استعدادا لارتفاع الطلب على السفر مع استضافة العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في 2020. الشركة أعلنت عن شراء 30 طائرة من إيرباص الأوروبية و40 من الأمريكية بوينغ مقابل 16 مليار دولار، فيما يعد صفقة قياسية لأكبر شركة طيران في اليابان. في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية، وضعت الحكومة اليابانية خطة لرفع العدد الإجمالي السنوي من الزوار الأجانب إلى اليابان إلى 20 مليون نسمة. الشركة قالت في بيان إن تسليم الطائرات اعتبارا من 2016 سيزيد من حجم أسطول النقل الجوي إلى 250 طائرة.